هنروح بس لجديد كرة القدم في نادي الزمالك، طبعا متابعين قصة لجنة الاستئناف طبعا. وكهربا والأهلي والزمالك. الزمالك يقرر رسميا الانسحاب من مباراة السوبر أمام الأهلي المقرر إقامتها يوم الجمعة ده، في إطار فيديو مطول مدته 27 دقيقة نشره رئيس نادي الزمالك الأستاذ مرتضى منصور في موقعه أو صفحته الرسمية أو قناته الرسمية على اليوتيوب. تعالوا نستعرضه مع بعض على الشاشة، هيظهر كمان مكتوبا دلوقتي. مرتضى منصور بيقول: قرارات النادي لا تكون وفقا لآراء الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أعضاء مجلس الإدارة من الزمالك من صفوف الجماهير ونتخذ قرارات وفقا لمصلحة النادي. مجلس إدارة نادي الزمالك قرر بالإجماع الاعتذار عن عدم المشاركة في مباراة السوبر. الزمالك ليس منسحبا، الزمالك قرر الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر. اتحاد الكرة خسر جميع البطولات الدولية ولم يتأهل لكأس العالم أو يتوج بأمم إفريقيا. جمال علام وحازم إمام ومحمد بركات عاملين نفسهم زملكاوية. هو حاطط محمد بركات في الكلام، هو دايما بيقول عليه زملكاوي، فقايل ان هو عاملين نفسهم زملكاوي، يعني ما بقاش بس زملكاوي، ده بقى كمان زملكاوي وعامل نفسه مش زملكاوي، عامل نفسه زملكاوي. ازمتنا مع اتحاد الكره بدات منذ منع قيد اللاعبين في انتقالات يناير. مجلس اداره اتحاد الكره جاء بالتعيين وليس بالانتخاب. قال ان الزمالك حجز او قام بالغاء حجز فندق الاقامه الخاص بفريق الكره في الامارات. كيف يرى محمود الخطيب أن لجنة الانضباط باطلة ويقرر تقديم شكوى ضدي في نفس اللجنة؟ حلو السؤال، تساؤل حلو. لماذا ذهب كهربا إلى التحقيق مع لجنة الانضباط طالما كانت اللجنة باطلة؟ سؤال منطقي أيضا. اتحاد الكرة يرغب في توجيه كأس السوبر للأهلي مثلما حصل في نهائي كأس مصر للسلة. استكمالا لتصريحات رئيس نادي الزمالك الذي أعلن انسحاب الزمالك من مواجهة السوبر أمام الإمارات حتى الآن، وأنا دايما بضيف كلمة حتى الآن دي قبل أو بعد كل كلمة انسحاب، لغاية يوم الجمعة نشوف إيه اللي هيحصل. لكن قال مستعدين لخوض مباراة في الإمارات بين الزمالك بطل الدوري المصري وبطل الدوري الإماراتي على الجانب الآخر في نفس موعد السوبر إذا تم توجيه الدعوة إلينا. نهاية الحلقة أكيد ما بين النهاردة وبداية الحلقة بتاع بكرة هيكون في حاجات كتيرة قوي، فلحد ما نلتقي تحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت، إلى اللقاء.